بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لشابتر 3 سيبج ان سويل، النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا اللي هو الجزء الخامس في الشابتر، اللي هو البرميابيليتي او النفاذية. طبعا النفاذية ده موضوع مهم جدا في السويل، واحنا تعريفه ببساطة كلمة نفاذية يعني ايه؟ يعني مدى سهولة سريان المية في الفويدز، في الفراغات يعني. It is the ease of flow of water through the voids of mean of soil. يعني سهولة سريان المية في فراغات مين؟ التربة. طبعا عشان يحصل في تربة عندي هنا ويحصل فيها سريان في الفراغات ديت، في شرطين أساسيين. لازم يكون في pressure head difference، يعني الضغط هنا غير الضغط هنا، وإلا لو كانوا قد بعض مش هيحصل سريان. تاني حاجة لازم يكون في عندي فراغات، بس الفراغات دي مستمرة، وإلا لو عندي هنا مثلا صخر، طب وإلا يخلي المية تمشي. فدولت الشرطين اللي عشان يحصل سريان في الصويل. طبعا لو انت عندك خزان بالشكل دوت وخزان تاني في فرق في الضغط ما بينهم، وحطيت صويل هنا، الصويل ديت ارتفاعها او طولها مين؟ L. فبنلاقي ايه؟ بنلاقي for any point under the water level there are three types of energy or pressures heads، اللي هم يعني اي نقطة عندي في السويل هنا هوت، خلي بالك بقى في ثلاث انواع من الهيد فيها. اول حاجة الاليفيجن هيد او الزد. ايه هي الزد ديت؟ دي اتس بوتنشال انرجي، اللي هي كلمة زد، او بيسموها طاقة الوضع بتاعها. طاقة الوضع ديت نتيجة ان هي موجودة في منسوب ماله، منسوب اقل من الديتم بتاعي اللي هي الزد بتاعتي دي. يعني لو النقطة ديت عايز اجيب الزد بتاعتها اجيبها منين؟ فين الديتم؟ الديتم بتاع خروج المية، فبقت دي زد بتاعتها. طب والناحية دي زد بتاعتها، طب النقطة ديت يبقى ده الزد بتاعتها، بالنقطة ديت يبقى ده الزد بتاعتها، وهكذا. في عندي بقى البريشر هيد او الضغط الايه اللي بيضغط في المية نفسه، ده اللي عبارة عن بي على جاما ووتر، حيث بي عبارة عن مين؟ اتش في جاما ووتر. بي عبارة عن اتش في جاما مين؟ ووتر. والاتش ده عبارة عن الهايت اوف ووتر اباف ذا بوينت. يعني ايه؟ يعني انا لو انا حطيت بيزومتر هنا كده، خلي بالك، فالمية بتطلع لحد هنا، ارتفاع المية ده كله ده بيسموه الايه؟ البريشر ايه؟ هيد. اسمه البريشر مين؟ هيد. اما الفيلوستي هيد، ودي قيمته صغيرة قوي بالنسبة للصويل، اللي هو الفي سكوير على 2 جي، ده في الفيلوستي اوف فلو اند جي الجرافيتي ايه اكسلريشن. المهم الخلاصه ان انا عندي الاتش بيساوي زد زائد البي على جاما ووتر زائد في سكوير على 2 مين؟ جي. لكن في السويل ان الفي سكوير ده رقم صغير جدا بالمقارنه بالكلام دوت، بعكس طبعا لو انت اتكلمت في الاوبن تشانل فده هيبقى ليه رقم محترم. يعني لا، احنا هنا في السويل بناخد الزد والبي على الجاما ووتر، ودولت عباره عن ايه اللي احنا بنتكلم عليه ده؟ ده الضغوط في مين؟ في السويل. ايه هو البيزومتر؟ زي ما احنا اتعلمنا قبل كده، it is a perforated tube، يعني هو عبارة عن انبوبة، والانبوبة دي مالها؟ مخرمة بالشكل ده، بنستخدمها عشان نطلع التوتال هيدروليك هيد at any point. هو بيطلع لي التوتال هيدروليك هيد. طيب ايه الهيدروليك جريديان؟ اللي هي الاي، الاي دي بتساوي الاتش على المين؟ الال. عبارة عن اللوسس اوف هيدروليك هيد بير يونت لينس، يعني انا كل ما همشي المية عمالة زي ما كنا في الرسمة اللي فاتت، كل ما همشي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الضغط عمال يقل. معدل بقى الضغط دوت بالنسبة لطول كل حتة مشيها، هو ده بيسموه الهيدروليك جريديان، اللي هي الاي اتش على ايه؟ على ايه؟ حيث الاتش الهيد لوسس ثرو ديستانس ال، والال هي الديستانس اللي مشيها فيها اتش. طيب امال ايه الهيدروليك جريديان لاين؟ اتش اي جي او اتش جي ال، اتس لاين ريبريزنتس ذا انرجي ات اني بوينت. وايه هو؟ عباره عن يعني انا لما احط هنا بيزومتر وبيزومتر وبيزومتر والاقي هنا الضغط قيمته هنا وهنا وهنا، الخط اللي يوصل ما بينهم ده احنا بنسميه الهيدروليك جريديان لاين. شكرا.